الحداد، الحداد استلم على حدود منطقة الجزاء، مرر كرة على الجهة اليسرى خطير، أوه عرضية، جول 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 أول للوداد على الطريق بديع، جميلة العرضية على القائم البعيد، بديع السريع يسجل بضربة رأس لفريق الوداد أول أهداف في المباراة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول. يأتي بديع بهدف بديع لفريق الوداد لينهي حالة التعادل السلبي في هذه المباراة في الشوط الأول بعد مرور 21 دقيقة. خطف الحداد لعب على يحيى جبران، هلا يسجل الثاني لفريق الوداد، جبران، جول جول ثاني لفريق الوداد من علامة الجزاء عن طريق يحيى جبران بكل هدوء، لعبها قوية على يسار حارس المرمى مرام بيساك، والوداد اثنين أولمبيك أسف إلى شكل الجزاء، صدق عليها رضوان جيد، كاسينجو كاسينجو كاسينجو، جول جول لكاسينجو، وصل إليها مرام بيساك لمسها بأطراف أصابعه لهدف لهدف، وهنا الوداد متقدم بثلاث أهداف نظيفة على فريق أولمبيك أسف في هذه ركنية، مرت جول 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 لحمزة خابة 3-1 أهداف فريق أولمبيك أسف في هذه المباراة. حمزة خابة أولمبيك أسف اللي خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الماضية. سينجو بانطلاقة تأتي من جانب اللعب الكونغولي، هي كرة الآن بديع، جول رابع للوداد، هدف بديع يأتي عن طريق بديع أوك، بديع الهدف الثاني لي في هذه المباراة، يسجل الأول، وهنا طبعا قد يكون هذا الهدف هو الهدف الأخير في المباراة، إذا افتتح التسجيل.